حملة دمتي خضراء في مملكة البحرين هي حملة وطنية لزيادة الرقعة الخضراء ولمجابهة آثار التغير المناخي، فإحنا نعمل جاهدين من خلال أجهزة الدولة اللي هي ممثلة في البلديات الأربع، وكذلك القطاع الخاص ليساهموا بدعم هذه الجهود. والحمد لله رب العالمين، الآن إحنا في المرحلة الثانية من حملة التشجير واللي لاقت إقبال واستحسان من الجميع وتكاتف طيب من القطاع الخاص ومن القطاع العام في مملكة البحرين، اللي سهل لنا عملية إنجاز مشاريع الحملة، وأيضا فتح أبواب جديدة لجهات تواصل مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بغرض المساهمة في الحملة، سواء مؤسسات تعليمية أو مؤسسات مجتمع مدني أو أيضا حتى أفراد.